انتهت حلقات الفانتسي التحضيرية ودلوقتي دخلنا في الموسم ودي حلقة الأسبوع الأول. اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الفار، معكم احمد رضوان وحلقة فانتسي جديدة بعنوان اجمد يا صلاح. دي حلقة الاسبوع الاول، وحلقة الاسبوع الاول هي اكتر حاجة فيها ريسك لان احنا مش شايفين فورمة الماتشات الودية مش مضمونة قوي. خلينا ندخل في الجد على طول، ولكن حلقة الاسبوع الاول بيبقى مكونة من حاجات كتير قوي كده كنا اتكلمنا عليها، هتتعود عليها كل اسبوع، ولكن بما ان ده الاسبوع الاول ومفيش اسبوع قبله نتكلم عليه ففي 3 4 فقرات مش موجودين. فبدل ال 3 4 فقرات دول انا هستخدم الفقرات دي في حاجة تانية اهم بكتير. بدل الفقرات دي قررت ان انا استخدم الفقرات دي في حاجة اهم بكتير، الحاجة الاهم بكتير وهي ان انا هوريكم الفرقة النهائية للفانتسي اللي هبدأ بيها الموسم. دي النقطة الاولى. النقطة التانية هقولكم على الحسبة السحرية، لان ناس كتير جدا بتسأل مش فاهمة هي جاية منين وايه السبب ورا الحسبة السحرية. في حد ذكي جدا في الكومنتس كتب لي حسبة سحرية تتعمل بطريقة اسهل بكتير. هي القصة مش بطريقة اسهل، انا كنت عارف نفس الطريقة ولكن كنت بحاول اقولها لكم كاملة على بعضها عشان الناس تفهم السبب وراها، بس بما ان مش مفهوم السبب وراها فانا هشرح لكم بالظبط ازاي الحسبة السحرية جت. بلس بقى هنتكلم على حلقة الاسبوع الاول وهنعمل ايه في الاسبوع الاول كبداية للفانتسي. وتعالوا ورايا بقى نبدأ نشوف اول فقرة عندنا، وهي هنمضي لمين وهنفسخ مع مين. واول صفقه معانا هي داني انجز من استون فيلا. داني انجز التارجت بتاعه على الحسبه السحريه بتاعتنا ويكون عمل اللي عليه وزياده، وهي ان هو يوصل ل 22 نقطه في اول 3 جولات. فبالتالي هل داني انجز قادر يوصل 22 نقطه؟ ده رهاني على داني انجز ان في الاسبوع الاول والثاني والثالث، بعد الاسبوع الثالث داني انجز هيكون جاب 22 نقطه. انا مقتنع ان ال 22 نقطه دول سهلين جدا على انجز بالفيكتشرز بتاعته بمستوى اللعيب نفسه. طبعا هو في نادي جديد ولكن هو في نادي احسن بكتير من النادي اللي كان بيلعب معاه، فبالتالي فرصته عاليه جدا انه يوصل للتارجت بتاعه. اما اول لعيب هنفسخ معاه ومش هنكمل معاه وهو جريليش. جريليش انا شايف الاونرشيب بتاعته عاليه جدا، ناس كتير جدا ماضيه مع جريليش او عايزه تدخل جريليش في الايتها من اول اسبوع. مبدئيا روتيشن باب مرعب ومخيف جدا. جريليش بنسبه كبيره هيبدا الدوري عادي جدا، ولكن هل انت ضامن يلعب الثلاث ماتشات او يبدا الثلاث ماتشات؟ دي حاجه مش ضامنينها. هو التارجت بتاعه بما انه بنفس سعر انجز فالتارجت بتاعه هو نفس الكلام 22 نقطة، فهل اللعيب ده قادر يجيب 22 نقطة؟ طبعا على مستوى جريليش اه. هل بالماتشات الأولانية سيتي ماتشاتها مش رخمة في الأول، يعني توتنهام وأرسنال ونورويتش فماتشات يعني نص نص، لسه مش عارفين مين اللي هيبدأ مين مش هيبدأ، هل لسه اتعود على الفرقة ما اتعودش على الفرقة، كل الكلام ده هيكون مؤثر جدا بالنسبة إن ناس كتير جدا بتمتلك جريليش في الفانتسي. فبالتالي ده أول لعيب أنا مقتنع إن هو مش هيوصل للتارجت بتاعه في أول 3 أسابيع. وندخل على اللاعب التاني، وده ديفرنشال أو حد أنا براهن عليه بطريقة مختلفة شوية، ناس كتير جدا شارياه، ولكن أنا مقتنع إن هو ممكن على الأقل أول 3 أسابيع يكون بيقدم مستوى محترم جدا. واللعيب ده هو ماديسون. ماديسون اللي انا براهنكم وافتكروا الكلام ده ان هو هيوصل للتارجت بتاعه، والتارجت بتاعه بعد 3 ماتشات هما 19 نقطه. 19 نقطه من ماديسون يكون عمل كل اللي عليه بالنسبه ان هو ب 7 مليون في نص الملعب، كمان 19 نقطه دول لو عملهم بما انه كمان لعيب ديفرنشال هتكون حاجه مهمه جدا في الرانكينج بالنسبه لاي حد. فبالتالي ماديسون هو صفقه تانية بما ان مش مضمون يا ترى داكا فاردي ياناتشو داكا، طبعا اكيد لا فاردي كده هيبدا، ولكن اللي مضمونين كده كده ان بارنز وماديسون في الاثنين اللي بيلعبوا تحت المهاجم اللي بيلعبوا في ليست. اما اللاعب الثاني اللي هنفسخ معاه وهو انطونيو اللي ناس كتير جدا 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 واثقه فيه قوي. طبعا هو مهاجم كويس جدا وويست هام قدمت مستوى كويس جدا، ولكن مستوى ويست هام تحس كده احساس ان ده مش دايم شويه او ده مش مكمل شويه، مع ان هي فرقه فيها عناصر كويسه جدا. تحس ان استون فيلا حتى وهي بعد ما فقدت جريليش ان هي ممكن تبقى احسن او قريبه من مستواها بتاع السنه اللي فاتت، ولكن مع انهم خلصوا في الاخر وحش، ولكن المستوى اللي فضلوا ماشيين بيه على مدار الموسم كله، ولكن تحس ان هم ممكن يتماسكوا شويه. ولكن ويست هام ما تحسش، مش عارف دي قله ثقه في مويس ولا يعني مش فاهم السبب ايه، ولكن وطبعا عدم وجود لينجرد اللي تالق معاهم جدا في اخر الموسم اللي فات، ولكن انا مش مطمن ان اللعيب ممكن يجيب النقط اللي هو محتاج يجيبها. فانا مش مقتنع ان اللعيب ممكن يوصل للتارجت بتاعه. التارجت بتاعه هو 21 نقطه، 21 نقطه ده يعني اكتر من 3 اجوان، 3 اجوان واسيست، 4 اجوان ايا كان. طبعا بالنسبه لماتشاته هو ممكن عادي يعملها وفي ماتش يجيب جونين ويخلص الدنيا، ولكن انا مقتنع على الاونرشيب كمان بتاعته ان هو مش اللعيب اللي هيوصل للتارجت بتاعه. فبالتالي هو صفقه
مش مربوحة تماما في بداية الفانتسي. اما اللعيب الثالث والاخير اللي هنمضي معاه او اللعيب اللي احنا بنراهن عليه انه هيوصل للتارجت بتاعه وهو تارجت اللي التارجت بتاعه 14 نقطة وال 14 نقطة دول سهلين جدا على تارجت بما انه في ظهره مارتينيز. مارتينيز اللي كان مصاب ورجع من الاصابة وانا متوقع ان مارتينيز يكون بيتألق على الاقل في اول 3 4 ماتشات، هيكون من الحراس الرخمة جدا اللي ممكن يكونوا بيعملوا كلين شيتس كويسة جدا في الاول، وحتى لو انت ما بتمتلكوش فبالتالي فرصة حلوة جدا في اول 3 ماتشات حلوة جدا ان يكون عندك تارجت بيجيب نفس كلين شيتس بتاعت مارتينيز وكمان ممكن يعمل اسيست. ولكن هو لو عمل 3 كلين شيتس بتوع 3 ماتشات او حتى 2 كلين شيتس وخد بونس واحد او 2 فده هيبقى بالتالي حقق التارجت بتاعه اللي هو 14 نقطة. اما اللعيب الاخير في اللعيبة اللي هنفسخ معاها او اللعيبة اللي مش هتبدأ معانا الموسم، بما ان انا يعني مش هنفسخ مع حد مش هيبدأ معانا الموسم وانا مرشحوش نبدأ بيه الموسم، وهو بن وايت. بن وايت مدافع بعيدا عن سعره، بعيدا الكلام خالص عن فكرة ارسنال اشتريته بكام، لان احنا مش في الكورة، في ظروف بتعدي بكل نادي والنادي مزنوق وعايز سنتر باك وانجليزي، دي قصص نتكلم فيها في حلقات البريمير ليج نفسها. ولكن هو كلاعب إضافة كبيرة جدا لأرسنال، مدافع اكيد هيضيف حاجه بالنسبه لطاقم المدافعين اللي كانوا موجودين في ارسنال، هيكون في ادج شويه عند اللعيب ده، فبالتالي هيساعد ارسنال تعمل كلين شيتس اكتر، ما يدخلش فيها اجوان اكتر اكيد بنسبه كبيره. ارسنال بالمناسبه كانت من التوب فور الفرق اللي دخل فيهم اجوان السنه اللي فاتت، يعني من اقل الفرق اللي دخل فيها اجوان السنه اللي فاتت من التوب فور يعني، فبالتالي ان هم مفروض ان هم طبعا ده مش مقياس قوي لان هم خلاص في مركز اخير ويونايتد مش في التوب فور، بس يونايتد خلاص فوقيهم، فالقصة ان مثلا يونايتد في ماتش توتنهام شالت 6، ارسنال ما شالتش 6 من حد ولا 5 من حد، فبالتالي في حاجات كتير عامل مؤثر. ولكن ان فرقه تخلص في المركز ده ويكون اجوان دخلت فيها ده ويروحوا يمضوا مع سنتر باك اكيد هيحصل تطور دفاعيا، بس القصه مش في التطور دفاعيا، هو مطلوب منه التارجت 13 نقطه بس. ولكن هل ارسنال قادره تعمل ال 13 نقطه او بان وايت قادر يعمل ال 13 نقطه في الثلاث ماتشات بتوعه؟ انا اشك في ده، عندهم طبعا سيتي في الماتشات، لكن لما تبص على الماتشات انا لا اتوقع ان ارسنال قادره ان هي في ثلاث ماتشات تخلص بثلاثه كلين شيتس او ان حتى بان وايت يعمل اسيست او جول، فبالتالي مش هيقدر يوصل للتارجت بتاعه. كده خلصنا الصفقات ودي رهاناتي اللي هتبدا كل اسبوع نتكلم عليها. طبعا الاسبوع اللي جاي مش هنعرف نقيم حاجه بعد الاسبوع الاول، الاسبوع الثالث هنبدا نقيم الثلاثه اسابيع، وكل اسبوع هنبدا نتكلم على ثلاث لعيبه انا مقتنع بان الماتشات بتاعتهم تقدر تخليهم يوصلوا للتارجت ولا لا. وطبعا اللعيبه دي لو وصلت للتارجت اللعيبه دي فعلا عندكم انتوا بالتالي هتوصلوا للهدف اللي بنحاول نوصل له وهو 2650 نقطه. خلونا ندخل على الفقره الثانيه، والفقره الثانيه هي فقره الكابتن. طبعا الفقره الثانيه في الحلقه دي وبعد كده مش هتبقى الفقره الثانيه، الفقره السادسه او السابعه، لكن الفقره الثانيه دلوقتي هي فقره الكابتن، وهي ان انا مطلوب مني ان انا اختار لكم كابتن غير الكابتن اللي هيبقى موست كابتن في الاسبوع ده، اللي هو دلوقتي اكيد هيبقى صلاح بالنسبه كبيره هو بيلعب ضد نورويتش، ولكن كابتن تاني مختلف عنه ان هو يجيب 8 نقط او اعلى. ممكن تبان لكم ان هي سهله، بس صدقوني في ان انا بختار لعيب واحد اللعيب ده لازم يجيب 8 نقط او اعلى في الاسبوع ده، اساسا لو انا كل اسبوع عارفه فبالتالي هتفرق معايا جدا ان انا هعلى في الرانكينج جامد قوي. فانا براهن على لعيب، اللعيب ده اكيد سوبر ستار او لعيب جامد، ممكن في اوقات قليله جدا يكون ديفرنشال، ولكن في معظم الوقت هيكون بتكون لعيب سوبر ستار. اللعيب ده انا براهن انه يوصل للتارجت بتاعه. اللعيب اللي انا براهن عليه الاسبوع الاول ان هو يوصل للتارجت بتاعه اللي هو 8 نقط ككابتن، وهو 8 نقط ده معناه ان هو يجيب 8، فلما يتضرب في 2 يبقى 16 مش 4 يبقى 8، فانا براهن ان هو نفسه يجيب 8. الكابتن ده هو برونو قدام ليدز اللي بيلعبوا هوم في الاولد ترافورد بعد عوده الجمهور للدوري الانجليزي، واكيد دي حاجه هتفرق جدا جدا مع اللعيبه، بالذات اللعيبه اللي هتبدا تلعب في ملعبها والجمهور هيأثر جدا على نتائج الماتشات مقارنه بالسنه اللي فاتت. كده حلقه الاسبوع الاول خلصت، وحلقه الاسبوع الثاني هيكون فيها كلام اكتر لان هنكون بنتكلم عن الاسبوع الاول والاسبوع الثاني، فاستحملوا بس لغايه الاسبوع الثاني وكل حاجه تبقى مظبوطه. لو عندكم اي اسئله عايزين ارد عليها قبل ما الاسبوع يبدا يا ريت تسالوها على اللينك اللي موجود في اول كومنت تحت او موجود في الديسكربشن، هتلاقوا اللينك بتاع السؤال موجود في اول كومنت على يوتيوب. يا ريت تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك على الحلقه لو عجبتكم الحلقه، ولو ما عجبتكوش وعايزين تعملوا الديسلايك اعمل ديسلايك، بس يا ريت وانت بتعمل الديسلايك تكتب كومنت ايه اللي مش عاجبك، ما تكونش بتعمل ديسلايك وخلاص. اتمنى لكم موسم عالمي، ودي اخر مره هقول موسم عالمي مش اسبوع عالمي، اتمنى لكم موسم عالمي مليء بالنقاط. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جايه. سلام.